شايف سر تألق الزمالك مع فريرة؟ اولا يعني سكواد لعيبه نادي الزمالك جيد، وبالذات الخطوط يعني متكامله كخط دفاع، لاين فيرويد، وسط ملعب. يمكن قابلته بس مشكله عدم وجود طارق حامد. طب هو رحيل طارق حامد، لسه اتكلم معاك بقى، رحيل طارق حامد واشرف بن شرقي؟ لا، اشرف بن شرقي لسه راح، مفيش ماتش واحد. تمام. انما كان طول الفتره اللي فاتت كان موجود، ونجم كان موجود. انما عاجبني فيه ان هو بيلعب بواقعيه، يعني هو ما بيقولش انا الزمالك لازم انزل افتح خطوطي وهاجم من الاول ولازم جول. لا، هو بيلعب في حدود قدرات اللعيبه اللي معاه. تمام. وجد ثغره في خط الدفاع، لم يكابر وبدأ يلعب بثلاثه. ثلاثه. ويحسب له ان هو طلع بعض الناشئين زي حسام مجيد، ماشي بشكل كويس قوي رغم كانت بداياته سيد عبد الله نيمار قليله. سيد عبد الله نيمار برضو من اللعيبه الكويسه، بدا يوجد في دي، ودي جرأة فيه. بس دي يعني الظروف سمحت له، يعني الظروف سمحت له ان يعمل كده. مفيش لاعبين، مفيش قيد، فمفيش حد عليه مسؤوليه يعني في الاخر، مفيش حد ولا جماهير ولا مجلس اداره. انما تتحسب، وده اللي حصل، انها اتحسبت. بيدافع كويس، او مرش الزمالك بيدافع، ودي طبعا ترجع للمدير الفني ان هو في انضباط دفاعي بشكل جيد، عنده من المهاجمين اللي ينقلوا الهجمه من الدفاع للهجوم واحراز اهداف شيء جيد. فاعتقد هو ذكي، مدرب ذكي، ان عارف يستغل قدرات اللاعبين اللي معاه وقدرات الفريق اللي معاه، واللي ساعده كمان ان هو اول الدوري سوء حاله النادي الاهلي. يعني لازم برضه نقول ان النادي الاهلي مش في افضل حالاته، خسر مباريات، اعتقد لو كان كسبها وتعادل المباريات لو كان كسبها كان ممكن هو اللي يبقى فوق. كنا بنتكلم في بدايه الحوار ان لو استرن كمل في الدوري هيبقى دي معجزه. شايف ان الزمالك مع كاف قيد، مع الاحداث اللي بتحصل، مع رحيل لعيبه فاضل اكتر من جوله، برضه هيبقى ده، شايف لو الزمالك توج بالدوري يبقى ده اعجاز، ولا شايفه ده شيء طبيعي اللي هو بطل الدوري؟ لا، هو هيبقى انجاز، انجاز كويس في ظل الظروف دي. مش هيبقى اعجاز لسبب ان انا بقول لك ان سوء حاله المنافس الاول للنادي الاهلي، النادي الاهلي، والظروف والاصابات اللي بيتعرض ليها دي ساعدت كتير ان الزمالك ينفرد بالقمه. وانما يحسب للنادي الزمالك انه ما بيفرطش حتى في، يعني لو هو اقل، يعني مثلا مباراته مع غازي المحله، المحله ادت مباراه قويه جدا وواد شال، كان بطل. وده طبيعي. دايما بقول ان كل لاعب في الملعب له دور ولازم يبقى ليه بصمه كبيره، اولهم حارس المرمى. ما ينفعش حارس المرمى يبقى واقف وكل كره داخله عليه، ما انا النادي متعاقد معاك ليه؟ عشان تشيله. وده اللي عامله عواد في الفتره الاخيره. ف لا، نادي الزمالك اعتقد هيبقى انجاز لو حصل على بطوله الدوري في ظل الظروف اللي هي كان بيمر بيها. انما ده بمساعدات سوء حاله المنافس الاول ليه.